بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل تبع أنا من أحسن تبع كسر دولة استرتي في حنت كل يوم قاعدة بريستو العرق إنجليزكا وأنت بدنا نتكسر قد بنو برنامج شذا سلاي نايب شذا صامر ده أي واحد تلف دنو ليين كارحان ما طبعا عندك هنا برنامج يعني وعيارك وإنه هو مرتي هاي الشيخ محمد عرتن ديرية بالمرة قارين تانا برنامج كنت قلين تاو ديال أنا سوي ده ويا الشيخ محمد. شو محمد سوي ده ويستارتي فيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. الشيخ محمد بنيت هنا برنامج هو كذا قلنا واحد شعلانة على خنارات كايجا كوبن. هنا ده حنا الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ودن كبار أنا وكل شيء ده نقول ده أنا ليه أحمده. وأحبر شديد هو صنع لك أسمان لك إنه خصوصا قاطعي دبنا مركز دبنا وحصل عليه. ودمد عربتها يعني ولا لها هاي قاسة لك عربتها دي يعني لك بدر أشبه حبنا الجزيرة العربية اللي نحن كنعسي أيا أيا بركي وهلتس كسوك اللي تشيرين إيو محالة إيو تعبر لا بدك أيوات كسوك الشيء أنا حقا وقنعسي كان ويان أيانا ها تدخو ودي حولها أنا ولا قش قيسين تيريو قاسة إنك سمالي دا وحا وغو حضارته الرئيسي عربتها عدب بينه ورسوه إنك البحر الحمر إنه دويت لكن ضد بدن أنا وقت إنجليز كنا دوي بس وشو لكن أنا والله وصل شقت كحاجة إنجليز يوم الدولة دي معناها إن وقت جاي لكن ضد كي حاجة بعم اشتري الدنيين هي حاجة بعم اشتري جمر كي ورنا مركون ودي نشون حوالها نوع قاسة الدنيين هي وحاستا بارتي كفام لي هانا مر يا رهانا نوادو بارتي الوحدنا مركز أساسا مركز أنا وقيمي أساسا وقربها قصوى قال إذا مركز دم ما عدني أيد حالك أتكادينا وحنا حقي مارت باع مشتري وحماضي إنجليزي مش كتب باع مشتري بدناي وحيا ير وصل بعين بان ده من حق خلي عربتها نص بار لاطني قليش وقر ما مرك وقت ياس والله هي وقت ياس وش يقال هذا هو هذا هو بقول وش يقال تضبي اللي حنا جيبه وقت وراه وقت وراه هذا ما قد تسمع هذا كثير عن سماها قربه وقت قاعد يا مرك ما أنت الله يقعد يو عاد بيقول يا راي رد السبارة ده بيا راي ده قربها أنا عاد لو ده بقرصة سنة كلية سود العالم كنا سموه في الرأي بمقرصة لكن إنك ده مالها مدخل قي إنه هاي حاجة بيعم شركة ده نقطية حاجة حضارة ده حطين نقطية حتى مرك نقطة مثلا حاجة مقرصة وقت جد دول نما ده يسياسة هذا نقطة بده عدم بقى ما رتي أما حوا حابه الفنك يسوق أنت يو حيابه بدن وحاول يعني حضارة وحين نوجي مثلا يو حين ندور في إنه عدن سيمر شو بيكون إنه مين على هين إبرة قرنا سا هن ما أنت الزيو وين ودي أدوية ذكر الدوين ده ندي بعد مشتري وين عين كاس مثيرين ودكار كل بعد ما وقت على جس ودوجي مركا دساسة ودن كا ما قرت عدن لو لو تيجي عدن نو كحاجة تصير دافت ما كده عدن نو حمص يدافع في حاجة وقليش كان يصير دافع في سعودي سعودي مركا صدوها شدال مو الله يسمع سعودي ما شدال رولها لكن شدال كوتش من وقت جاس ودرا عقير بل السكر بيكوس ميتر وحل وشيلين تاني يوروبي مريكا يدور ده قارن ميتر أحمد وكان عقتنا وحير بالاسي سنشري دقالكي مركي ودا صدحي طلباتك دقالكي مارتي دورة مصر هيكو قاضي ورساد وقت قيسي أيو بطرلك ولبا دور دولار موها ولا سودن دولة بسكو تاقي او قال قروبي لكن موها ان بطرلك وحشبا موها بركا دقاله رويسك يارا نرش رويسك تشبناد لكن دطل دقاله بدل ماني هاي سنين وحبب ما يميتشر الخليشك مركا دط كان معالا هذا عربتها تابعين تا يدك كان كلاس سوماليدا ما متابعين بهانيه وهم سوح دوت عقامات اصلا لو تجي لا الواد اللي بده يسكت شر دوت بدن باكر قاصد وقوي كيميو وقت جي دولتي ما قرا بغردوي السعوديه وكي لا اساسي ولا بارت لا شقي ودرولين هي مكانيكين هي نمن انجلسك اي وعدن يقصو برتي وبدنا وحق بارت قادي شركتها مركا دوت كاسور وقوي وبدنا امر وقوي تو بدنا هاين ايا ايا شري لكن دو بركا بقرك دوبوردي بركاس يد بي بقر عبد العزيز بقرك كري سعود و جنسي دسي وحا كلو جرتي يدر بق اين دت كلا كلا سوماليد اسكو كلا اسكو جرا مقوي ما ادو مقع سوماليو دمنا دوردي سوماليد علاقات في على الله هي ودك سعودي وقتي مدحوين عدن عبد الله عثمان الله ون حريست مركا دبنا لسي عقامه حره او لهدا افريا فرتن مق يعني علامه ديد الله يرهد ويجي يا يمن تقول للسين ترى يودتك كله لكن كفارة دي وحياة بكرة للسين ترى لكن تاس أضيار بيل هاين مارتون كفيلة تو حاجة بجواسات كيلة تمر أضيار سوماليات كور الرقوي بدنا كواسا مركا إنه كفيل وجه هدي أضح سميسهم لكن مركا لو بدأ قيود به قايب جنسية هيستو عن عن هي قايب تبضنا وحقا مدا حرة هيستا ومركا سوماليات أنا أدبل واحترام شو وقتها سوماليات أنا ضد في عنهم مركا يجو مارتون لو صنعوا
dhaqan soomaaliyeed oo dhowrsan lahoo dhibaato lahayn bay ahaayeen waqtiga. Aadna waa loo ixtiraami jiray kadaaliga sacuudiga iyo dadka qaliishkooda dadee dhaqankii hore islaamka iyo mugararaysa akhlaaqdii iyo ixtiraamkii islaamnimada ay dadka ku ixtiraamaan iyo waxyaabaha alla bay ahaayeen. Labada qoloba markaa dadku way wada wanaagsanaayeen. Maxaa lagu doortay marka dadka kale maxaa looga doortay yamanida iyo soomaalida? wallaahi horta xagga siyaasadda soomaaliya waxay markaa waqti waxay lahayd siyaasi ahaan dowladdii boqor faysal iyo dowladdii soomaalida ayaa boqor faysal ba ayaa waxay iska hor yimaadeen Jamaal Cabdinaasir waqtigii uu Jamaal Cabdinaasir uololeyn iyo waxdatal carab ama waxdad in carabtu mid noqoto boqortooyadoo dhan laga takhaluso marka waddan carab iyo tawriinta bagaraysa isagoo dowlada badan kacaan ka samaysna Ciraaq iyo Yemanta oo kale iyo Liibiya oo kale iyo dhulkaas oo kale kacaan ka sameeyey marka saaruda ay dabada ka reexayso innaga qudheedana lug weyn bay nagu lahaayeen gobonimada lafteedii Soomaaliya markii gobonimada loo dagaalamayo saaradu laakiin waqtigii dambe siyaasadii madaxweynaha iyo dowladdii maartay sibilka ahayd ee Soomaaliya siyaasad ka duwan ta Jamaal Cabdinaasir bay qaateen inay ku xidhmaan Boqor Faysal iyo ururka Islaamka markaa sameeyey oo markaa laga sameeyey Muxtamar Islaamiga laga sameeyey Sacuudi Carabiya ibn Sekretari waa xakaha madaxweynaha Soomaalida waqtiga Allahuna xariiste Aadan Cabdullaah Cismaan markaa sidaas ay mugararaysaa Soomaaliya ugu janjeedhay dhinaca Sacuudiga iyagoo dhinaca masaarida maaratay masaarida xiliil dhowr bay lahayd laakiin masaarida yani way ku diidarayeen in maaratay xagga maaratay tawrada wada Jamaal Cabdinaasir way isku diidareen dowladdii Soomaalida waqtigaa jirtay oo dowlad xagga reer galbeedkana waxoogay u janjeedhay bay ahayd oo ka janjeedhay xagga hanti wadaag iyo waxyaabaha waxaad iga warantaa markii aad doonaysaa mid Sacuudiga marka hore wadankiina waa idinka yimid waa idin Sacuudiga yimid noloshii wadanka aad kaga timid iyo noloshii Sacuudiga aad uga timid maxay ku kala duwanaayeen wallahi horta xagga dhaqaale ahaan dee dhaqaale xumo labadaba jirtay laakiin haddana dee teenno sources waxa la yidhaahdaa wax wadanka ka soo baxa Soomaaliya baa isku qaada meel ahayn wadanka markii uu ka tagay isticmaarku Soomaaliyana koonfurtana waxay lahayd wax la dhoofiyo muus yaro ayay lahayd oo dee markaa aan adduunka marka dee wadan loo ego dowladnimo qaataan wax badan tarayn intaana talyaaniga iyo shirkadihiisa bay iska haystay xaggan waqooyigana waxaa jiray wax xoolo nooleed haddii ka dabarbara laga dhoofiyo ilaa cadan iyo meelaha soo gaadho suuq weyn xitaa waqti dambe oo xitaa cadan bay qornaayeen xoolaheenna iyo harageenna iyo beeyadeenna saddexdaasoo maartay wixii aynu iib geyn jirnay garanaysa intaba cadan bay qornaayeen waqti dambe baa markaa xoolihii laga wareejiyey oo la markaa la geeyey xaggan jidda oo LC laga soo furiyey jidda oo dowladda baananka berbera markaa LC-gii jidda ka soo furato xoolihii markaa ka dhoofinaysa berbera markaa waqtigii way lacagtu badatay batroolka dee Sacuudiga adhagiina uu xoolihiina uu kacay markaa dhaqaale shaqalaan waqtigaaba jirtay bay dadku inkastoona dee badnayna salimka iyo wuxu dhowtoonaan ahayn haddana waqtigaaba waxaa jirtay dee shaqala aan baa jirtay magaraysa ay dadku dad aan inkastaanay badnayn haddana oo qorbo badan oo maanta dee dhulkan maartay dee Yurub iyo dhulka loo anqaltaagayana may jirin oo Yurub baaban waqtiga waxaynu xitaa Sacuudiga waxa noogu imin jiray dad yacni Maraykanka yimi oo kulaynta sanad baan joogaa ama Ingiriiska yimi oo aan muddo waxba ka soo helin magaraysa oo Soomaaliyeed baan noogu imin jiray oo magaraysa oo niman waaweyn oo waliba aan waxna soo baray dadka Soomaali intaasoo dee Ingiriiska inay ku hadlayaan mooyaane laakiin marka furmaanayo waxa shirkadaha iyo waxa wada garan safka ay garanayaan xagga dhan laakiin waxa professional ay wateen ama tacliin ay wateen aan jirin dhoofkii hore marka la soo dhoofayo sidee loo soo dhoofi jiray dhoofkii hore dee horta dhow waxa ahaa inta badan dee waxa ahayn horta dadka qaar markay maraakiibtu meelahan xeebaha wada dad baa ku dhiiman jiray kaasoo maryar buu ahaa amar kale waxa ahayd sidan aan ku soo dhoofay dee cadan in la soo galo ma garanaysa dadka kale dee hore ee siimaanada la oran jirayna dee iyaguna ayagu waqtiga aniga iga horreysay bay ahaayeen oo dee xanuumananaya iyaguna inay sidaas uun dhe ku iman jireen cadan iyo meelaha inta yimaadaan dabeedna saasun dee Ingiriiska iyo dhulkaas ay kusoo geli jireen inta badanna warqooyigu ayaa u badnaa dhulkan ama dhulkan la yidhaahdo Puntland imika la yidhaahdo ama Soomaaliland ama xaggan kale ma garanaysa kilalka Soomaaliyeed dad baa ka iman jiray laakiin may badnayn marka laakiin dadka xeebta ku tirsan ee bariga Soomaaliland iyo Puntland dalka meesha gobolka maanta la yidhaahdo intaasay u badnaayeen xagga waqooyigu hawsii badnaadaan oo dalkii Soomaaliland maartay Ingiriisku xukumi jiray Soomaaliland maanta la yidhaahdo
badnaadaan marka dadkaas badan u soo xagga ingiriiska iman jiray khaliiskana iyaga u badnaa saas ahay anigu waxa weyaan waxumaan garanayaa inay dadka soo footeeniyeen inay lahaayeen garasa calaamad dib iga gooy weydiiya waxaas ay lahaayeen anagoo maartay meelaha maartay wooyiga u dhow wax geesta maartay xagga barbara ilaa meelahaas eereyada degan intaas garanay khayriyadaas ayaa maal khayriyada barbara ahayd meelaha dadka laga jiray khayriyada hargeysa miya meelaha dadka laga laati jiray bariga waxa meelaha dadka la deedacaddan iyo waxaan deedacaddu maartay laakiin dadka haddii lala hadlayo waxay lahaayeen xisbiyadana waxay lahaayeen meelo jimciyada la oran jiray xisbi lama oran jirin marka xisbigaas marka dad buu suuqa soo maranaya hal baa la tumayaayo dabadna waxa la sheegaya waxaa maanta caawi jira maxfal baa la oran jiray oo maxfalkii baa jira oo marka xisbigii meeshiisii baa la isugu waa shir marka maqal waa shirkii xisbiga marka xisbiyada waqtigaa jira sidii isweel iyo xisbigii dowladda ahaa oo deen koonfurta ama soomaalida berigi hore da xagga koonfurta markii dowladda qoyga xisbi dowladeed noqday oo dowladda soomaalida markii la isku daray iyo xisbiyada mal SDU oo calan cas tii markii la oran jiray markii dowladda dad badan markii dambeysan intii dad loo bixiyay calan cas laakiin calan cas asalkii dalkaas ka timid calan cas bay lahayd sax shiin ho kale marka niman badan oo wada khatar ho xagga maartay hadalka iyo gabayaasha iyo dadkaas oo dadkaas oo sataa kamid ahaa taqaasin iyo kamid ahaa iyo dadkaas maartay dad badan kamid ahaa dadkii aad ma garanaysa oo dowladdan iyo xaggan hanti wadaag ama Jamal Cabdul Naasir iyo siyaasadiisa isla dhacsana iyo xagga hanti wadaagnimada waa isticmaalkii dowladda waa arkayeena dowladihii isticmaalka ahaa ee wax isticmaalsan jireen aan lala shaqeynin oo magarays aanay laakiin xagga hanti wadaaga ama dowladaha Ruushka daba ay dowlad ka riixiyeen in loo janjeersado marka way jireen xisbiyada kala jira oo iyaguna deeg iyaguna saas u hana qaadin laakiin badana qofku xisbi kasta ku subax marka dambe xagga SWS uu mugali jirayo sarimka hadii jeer xisbiyada ay u galaan maarta hadii jeer ama looga xisbiga dowladda mar walba si maarta de kursi aad wax uga hesho marka xisbi hadda argisa kaga soo baxda ma meel kasta waxa mad gali jirtaa akhri waxa ku dambe jirtaa SWL mad ku dambe jirtaa sida dowladdu demaka u siiri hadan xaq yeesho marka saas marka dhowfka hore waa maraakiib wala raac jiray diyaaradii waxa la maraac jiray diyaaradii waxa caam ay jiray diyaarad yar marmar bir dambe ayaa diyaarad al yemen dal oran jiray yemen tol hayd baahir gas ka yemen jirtay laakiin badana dadku aanu sidoo kale doontaas la soo raacay marka iyo maraakiibta qofku doonta maraakiibta waa lagu dhuuman jiray laakiin lambar badan ma aheen laakiin dooyihiin baa deeyo xoolaha ka soo qaada batana ma baa amsharga keenay barnaamijtan dhulkaas ayaa la soo raaci jiray kala suuudigu waa wadan kulul oo dowladda marka wadiga kulul uu kulul yahay beriga ma jiro bana maraynaya qaboojiyaal iyo waxaan marwaxad marwaxad iyo maxaa kulaylka laga gaashaa ma jiray wallahi marwaxad ma jirtay qaboojiyaashu dadka ladan umba in baa heli jiray ama waaba yaraayeen ba laakiin bulshada inteeda badan maxaa dadka wadan kale marwaxadaas umba u ahayd waqti isaad arkaysan haddii aad suuudiga aad ka wareysana kulayl buu khaliijku dhammeeyaa waqtiga kulaylaha laakiin haddana dee noloshu waxay saas iska dadka oo dhabeeba uga garanaysa marka mararka qaar waxaa laga yaabaa inaad habeenkii maareeyay qoysato ood marka habeenkii aad ku seexato barurka biyo qabo habeenkii baaldiya la sii dhigto si biyuhu waayo waqtiga marka aad soo rawaxdo ama dibad ka taa ama maalinti aad biyo baahato kuma meedhi karaysad biyaha kulul marka waa inaad habeenkii baaldiyaal meedhan marka la samaysto oo biyaha lagu qaboojiso si aadhato loogu maydho qofkii hore saad ka dhawaajisay dhib badan uu lahayn oo dee ama dunida la soo raaca lagu soo dhuntay ama deeba la soo raacay dhib saa sii badan bulahayn hadda waxaan doonayaa dhoofka dambe maxay ku kala duwan dhoofka hore dhoofka dambe wallahi imka de dhoofka hadduu imka dhoofka dambe diya hadduu qofku daafiisa hela matalan de waa kana hawl yar oo de halkii doonin iyo magaras ama Saudi Arabia marka de la suuq saa baqliiska lagu soo socdo de dooyay qudhada la soo raacay dooyuhu barga ma lahayn mashiinadan iyo waxan ma lahayn waxa sharaac iyo waxba lahayn hadka ba tifigaad ka aragtaa maaneysa marka ma shoray dooyaha marka marmar bay dadba shu xal kale oo kaxaynaysa waxa laga yaa meesha aad ku socotay mooyaane inay meel kale ba ay u sii kaxayso marka laakiin iminka deeq waxay fiisa heelaa matalan ama sharcigan dee matalan adduyada lagu dhibaato la soo saare iminka dee meel badan adduyada dee lagu tago dee diyaaradaha waa dee dhafka ma hawl yar laakiin dee waxaan kan kale uu ka duwan yahay ee waxa la yiraahdo taariikhta la yiraahdo taswiyada waa dee iskaasta waa kaas iminka dee dadka lagu warramayo dee warbaahintiina waa waqtiyada dee ka waafaafiya faqaran dee way taas laakiin dee dhoofan kale tala fiican oo dee diyaaradda qofkii laakiin tan kale dee dhoof lama dhaa tarne tahriib baa la yiraahdo tahriibtuna waa magac islaaxay oo soo baxay imika waqtigan dowladda Soomaalida ay baabuurtay halka carabta ka tiraahdo hijra qayr sharciya waa hijrad ummad dhammi ay dhoofayso maaha qof iyo laba iyo saddex
marka waxa weeyaan waa mad dhano qaxaysa oo sidan de waa dhigri dagaalada meel ka dhacsa Suuriyo kale dawladda badan de dawladda kale waxay taa dawladuhu taageeray dagaal ka dhacsa Eritrea kale ee marka xaaladda dhaqaale oo xumaaday Suudaan taa adiga arkay xitaa magaalada ee waxna waa adiga arkay 10 sano horta tirnisa Suudaan taa joogta dana waa arkaysa marka taas waxa weeyaan waa hijra yaani waa dho waxa weeyaan taas ma arta dhibaato weyn oo dadka marka iska dhaqaajinayaan waxaan u tagi doonaa sababta ay ku maxay hayday in dadku ku kala fahsan soo dhaafaan laakiin dariiqan la soo marayo haddii bal iftiimiso dariiqan la soo marayo iyo marka la yimaado halkan dadku sawirkay ka haystaan iyo sawirka runta wallahi markay idii hordo dadku dee in dadku doorto wax soo koro sida bayse leeyeen aan ogowna axmed oo qofku in horta dhibaato muu qof qofku wax dhibaato xun baa wada dhibaato baa wada qofka ma garanaysa ama dhimid dhaqaalaha noqoto ama mid nabad gelyo ha ahaato sababta saddexaad baa jirto dadku iyagoo laga yaabay inay wax soo geliyaan inay xagga rajada ay ka quustaan oo bini aadamku hadii jeer rajada la dhaabo ku nool yahay marka taasuna waxay qayb ka noqonaysaa inay dadku iyagoo iskaba wax laga yaabay inay masaarif soo wax soo geliyaan in haddana soo dhaqaajin marka dabcan qofku markuu halkan yimaado ee waxa weeyaan waxa weey waaqiciba ka hor imaanay waaqicibu halka soo hordaya laakiin markii hore adigaaga naxmed had marka de aan wadanka ka yimaanaysay anagu marka qabay suurad baad haysataa moqta imka xitaa ingiriiska anuu markii aan de dulka carabta ka yimaanay ingiriiska de ingiriiska yaani Britaniya al-Udma iyo markaan halka imi shoog baygu noqotay waayo miyey hay wax kala kaga dhigan ha waxaan de dul de khatar ho daara bilaan kor hadii jar daara iyo waxa soo magaranaysa iyo dhismaha magaranaysa aan anoo markii aan ugu horeeyay in kasoo digi waa ban yahay oo shoor baan qaaday waxaan waro ma maxay in gabri daal al-udma yaa meeshii in garanaysa adduunyada cadaad kuma dhacdo looran jirmiyo tanba marka wax badan ba wixii aad sawiranaysaa wala dhibaato weyn dhacda oo kool yaani dhibaato ku noqota qofka wuxuu sawiranayaa wax ka duwan markii ka hor yimaadaan waxa weyn gidaar kasoo go'ay ba ka dhigantahay marka waxa weyn dhibaato badan ba ayaa qabsanaysa qofka markuu laakiin inta badan dadku waxay ku doodaan aamada sida in ognahayba qof aan $100 haysan oo kaga soo raaca magaalada degan yahay aan gaari soo gaarsiinay xadka aan haysan maba soo dhoofo inta badan dadka at least wax faralaaba haystada wax yar ayba soo dhoofoon oo dadka qaar halkan laga wareysto TV-da ka daawanayso waxay sheegeen inay intaas oo lacag ku baxday oo ama jiga loo soo iibiyey ama guri loo soo iibiyey ama dadkii lagu dhacay oo wadii maxay markii laakiin markii hore wax yar ku soo socdo oo haysto oo dadka maana waxa cunaan ba haysanin deegaanku ma wahmiyaan ba inay imey tahriyoon ama meel baxaan marka dadkaas maana qurux badan inta yar ay haystaan intay wax ku furtaan ama meherad ku sameystaan ama mushaar ku tirsan ama meel ay deetana halkooda iska aaminaan maana ka qurux badan intay soo go'ayaan gidaarka soo go'ayaan dhawna soo go'o calaacun wallahi gidaarka soo go'o waxaaba ka daran ba oo ka sii horeeyaba tan waa marxalad dambe oo marka dawladdu soo gaadho gidaar ka soo goob demee qaar baan soo dhaafay laakiin dawayn aragnaa dawladdu waxa mid wadan iyo demaha wax laga sheekan karo ma arin waana daatin suuq sayd weeyaan waa intixaar waxan leeyahay ama qatl nafsi bighayr haq ma qaras nafta aad aad shay nafkala tishaa waas la midbi marka waxa weeyaan man qatl nafsa bighayr haq kaana ma qatl naas jabeec ma ilaahay jalla jalaal marka nafta aad ibadish ma ana halaag weydaadin yani walba waxa leeyahay qofku inuu khatar taaso gala waxa weeye waxa ka dhigan tahay in daftadii halaagtay taaso waxa weeye shay xaraab oo naarta lagu galeeyay waa arisaar la in aad badtaas bahasha yar ee la buufiyay soo baar soo raad axmedo ma aha arin aad isku isku yareyso waa ku shaqalaha wadankii oo lacag baan haysanay kan ma haysanay lacag waa laga yeebay dhibaato dhaqaale iyo xayaab ay jiraan ama arin aan xumeyn jirto laakiin taa kama dhalanayso in aad badda isku soo halaagto marka waa dhibaato weyn een tan dhaqaalahana wax laga yaabo dad badan oo xoogaa iska haysto isku meel meel ilaa dhaqada ee magaaladaysa ku noolaan laha inay dhaqaalahoodii ku soo baabiyaan qaar kale oo taasiyagii soo wax yar haystaan inta wax yar ku soo baxo dadkii qaasatan dumarkii waxa la yiraahdaa waxa la yiraahdaa ma kafayaashku dhalinyarada yar waxa la yiraahdaa hooyo ma leedahay dad yar leedahay horta laga soo qab goosay oo ay caadifad badan tahay weyn haddii inuu yiraahdo baan leeyahayna badana ma qaataan baan leeyahay kaas waxay leeyihiin waxba qasabka kama soo dhacayo laakiin hooyada dawa barooro dadka dhibi dhexgeer ee magaraysa oo laga faa'iideysanayo caadi fadeeda iyo xanuunkeedii wanaageeda laga faa'iideysanaya marka si kastaba ha ahaatee
تن تهريب كما ما هي أي مقارنسة وحلينا هذا حلينا هذا مقارنسة وحق عذر دارة وما قرأوا شيء الله ما هي بكسوة هلاك ويان أرزاقنا إلهي بحي سبحانه وتعالى وأين قبل القيامة نقف كل هذا دي واحد ويد دتك هو ربوي تهريبين لكن تام عن هذا ماها أنا تقول سلاكته أدد مش راح كل ما تنا نفت أدد الحدود يسي لكن هذا تكوها لك ستو حلقة يا بابا إن المجرة بس دير ناركو قشو ما أنا هاي نقف ولا هذا دير نفط ما ربي بحر النفط ما ربي بحس لكن وادي سد الشيء إلى هنا وحول يقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام قفوا يعني سجى وبيجه سجى يجه الري مجرة بس قفوا يعني يسجوا يستلوا أنا كل ما جيرد ويوم من الله هذا وقت يعني حد تبي من الله لكن سجى ما تقدك سدي سجى رخصه سجى سجى رخصه marka waxa weeyaan qofal bana waxa lagu cadaabaa uu nabi kaleey salaatu wasalaam waxa uu isku dilay dum isku dilay haduu ma garanaysa nuga dab isku dilay ma garas marka arintu arisa aran ma waa in cadaab lagu mudanay jirad ma garanaysa ma hada xit sawirnaa dadku waan qarta waxad aan dadkan imaka adigu bal markad qasab bilowdo dad badan waxa jira halkan nala jooga ama meelaha kale jooga dumada kale reega beerta ama tii doona bariga waan noqdaan oo bila sharciya أو وحي دوني أنا رنت أي مادين نقلنا كارلا أو تكين كنا كارلا كنا كابح كارلا قار أن وتيرو لوكسمبورغ بافري إنه ها صد صنعت على وقعة شرعية ما هاي الميزة تجي نور فيها هي سوا مركو هول قبيح هي هي شرعية قاعدنا يعني كمان بيح كارو مركا بالقف كي مكوا تكين كي صار دافعي وحى صو ليبيا صو مري صو تشي بحى وحى صو دن وحي مثلا أنت عدك قايل ده وحلو سوي بي وحلو صار دع وحلو سوري وحي أوردن منك هالكين يمنا وحدون أي واي هذا شرع أنا لقمة صينا يوم من هنا قوم كريس واحد واحد ناير شرح ذا صور إنت لك بقف كا الله قصين كرادتك صار صار والله ده واحد كف رنين ده صور كيس وقف كست عقل له ده قف قف وقت وين عقل قف كست عقل له ده كيس وده عقارات كيس وشقيان هي وين تصور قف يعني حبس الدين كحقن بدن ده qofku marku meelku isaga xadhay wa jeer weyn baad ku xirantay way banaadigu si sabax madow waa tasarrufka iyo shaqaysiga iyo arsaaqada in banaadigu deeta maarada taxarrugo de banaadan xornaad noqoto arsaaqadu la tood shaqaysato guursato mugarasad mar arur yeelato oo deedii ilaahay ku siinayo daasbaabti la timaado laakiin ina jeer weyn ku jirta waxa weeyaan waa masiibo weyn weeyaan deeyada waa rafaqad dad baa la xiray xabsi daayil lagu xugaa dad baa 7 sano oo xitaa taas meel lama tahay taas meel lama tahay 7 sano oo wadan joogay la yiri sharciina lagu ma seenay mana bixi kartid waa xawayn waxaan arkaa oo dimasiibo weyn oo min laakiin axmed waxaan anagu oran lahaa dad badan oo haday jiraan dowlad laga yimaado dalalka qaar kood inay qofka u diidayaan inay baxaan laakiin waxa jira dad badan oo diyaar u ah halka mar dhalinyaro waxa jira halka ka tagtay wadankooda in kaar aanan ku soo arkay qof fiican oo ka arsaqado maalintii dad badan xitaa dadka dhamaaniga ay ugu yimaadeen oo ninkan la hadalnay in la yaraab u haa garaysan oo la isku fahamnay ninkan la hadalnay oo ninkan dhulka isii tagay ayaa waxaan ku hadlaa wara bii baso hadlo waxa ay leeyeen ninkan wuxuu jiraa dadkan aan halkan doonayna ka guuraan reeraha aan maxaa ku raatan lahaa wallahi hartu waxa weyn in deewo aad loo fikiray moqta ina marka tirar waatay dadku waxa kale oo kale gudduway rad sad sigi shudda reer iyo qof iyo qof singal isku midna isku talama ana weyn cala salaatu salaam dadka si goonu kale way talin jir oo yaani qof walba talab munaasib waa jira talada beter aan loo jeedinayo qofka caadiga ah ee xasaran uu ku ka duwan qofka xaska leh ee arruun haysta aan talka ugu dhalatay dhaqanka halkan ay qaateen marka waxay u baahan yihiin waxyaabo badan bay baahan yihiin waxay u baahan yihiin dhaqaale bay baahan yihiin waxay u baahan yihiin xaqiiqada inay go'aan ay u dirar ku ayagu ay wada socdaan inay garta inay faham inay doonayaan maxay doonayaan isweydiyaan maxay u doonayaan inay Soomaaliya ugu noqdaan su'aashaas inay ka jawaabaan حي بدوني أمان العلاف كيران ماشي أنا سكت تكنو ماشي ما يعرفته ما في أنا سيد ما أرتد بدن طب إن هذا بتاع وحيل وعاد فد كتير لكن أنا كقادني يعني محيك الصمية مثلا محيك الصمية يعني سلك يسوى مح وين سوي دي يعني حنا كنا قلت جينا ولا حنا قلت جينا ده حنا عرفتي إن نسأنا قط سأنا قط وأركنا اللي بس كنا أجرة كنا أجرة أركنا حنا يكون عشان تتصل وحسي يكون عشان كيبا مح حلقة مح أجرة حلقة أول إني ميلسك جوجل أنت حمل على السكين waxaan ku dhahday waxa weeyaan dhibaato dhaqaale jira dhaqankiiba jira arur wax haysta halkan ku dhalatay garanaysaa arurkan iska garanaysaa adarkaas ku dhalatay dhaqan kala qabsatay halka laakiin
عيال يريرو قوضا كسرية جوغا محاكو رضا وحياة أبدا ما مقرنا ساتيرا داد وناك سنبا جوغا مساتي جدي ويتشرا وحب في عم با جوغا وحقلا وقرب خرب قلوا وارتي نباتا وعن في عنين با جوغا يعني واحو ين يا أبدا لو كرا جادا ما أيا 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 الحقا جرا نقاليه با جرا محات سيتا قف قدو محوصم يعني ما بري قربان نوو تقنا بولي لا دير كيبا محوان انت دهران لقى مستغفر ايا يولي بولي انتو دو حيار قيسي قيبي بولي محاد يعني محاد عكسيتا ورقا واحد دوني سوينا رضا دي وحبان ستا يا العقو البركة دولا دي اسكي بورسو دي نمركة دي اقبور كي وحاو قوار ربيا دي سنو حكا سوق الله امو لقيه لي دي وحايب سوق دي ارهاني يحس برقا دي ما يساسو مالله مجح علينا ودارتو يحس لولك الرمي ويت العلم ما يبشنس الاركاس دي نمركة سانا كوري قولي يسوي لي بحاد الدنيا هاي سنة مركز مو ترى ما أنتم مو بهند سوون الله ينادر ما أنتم ما لنا ترى وقبار وجر مركز يسوي لي بحاد الدنيا هاي سنة سنتها بس أنا كوري ولا مشي لي ما شيء بيه وجر توصل كعب بس يقول ده ترى من مليد مركز على قصة هذا ده ماشي مركز تجي سدي ماشي ده وحال العقبة يوم بهند هاي يوم ما رحت يرد ماشي برهام شو وضع غير كورت ميري دجان خارج كيات خصوص صارتو نقولي بدي إنه رأي يرى تب يرى ما رأيت ده نرى شو ده هالكنة كويلة ده كويلة وانا ده حط عيالتي قاري أما وشقوي ده ما رأيت قري يرى في عن مقرنسة نرى شيء وده مقرنسة تيكلة لكن هذا ده أذكر نقطة نسوي قرو ده بدنا إن لابلكع لابلكع أي نقطة والرأس مال وحن الرأس مال متشرو عملك قرشة لما يستلم قرر المهم كنا نسكت قمنا حوالين قرشة لما يستلم لدرسي لكن دراسات دقيسمية ولا قرشية قرصة وليبا وقتنا دي لوسمي مثلا صدح سنة ودعنا نقور صدح سنة ودعنا قبلنا سنة كان نقور وحان قبلنا كالي صدح كان قبلنا ساعة قبلنا سنة تقول دمينا ساعة نقورنا سنة نقولنا ولاننا ماشي حقين مساء عروتن كوكوريننا محسين مصاريف وقصو صاري الناس دي معلوتن للبي الدوني إلا تشام عدي الدوني المحبيد وانا عروتن روكازي حكور تقرحي تاسي تتخان انت يسي عان اسكول كي حقا عروتي انو لا شودي وحو قولنكا حقا انا هطنا كصويعة عروتي اللي بدك حي تاسا انو موافق سين تاسا حال لايو حوي انو عروتي انو كود وخيسا خرش بدا نو بحي واحد لقفا ايدينا ما شرتو قرنسا واركا قفك بنادن كينا انو لشن سعود كاهنا بسيدي دابا فايدة مالا وحوي قفك انو ميلو ندقنا هذا هادو هلكن دقية هنا وين أكون فكره إنه هلكن يعني سدوا قلنا أولان لها وأكون فكره معناها إنه دين تي سنة هايستو ولا بدي دباته شرط ما هيجرت على دباته حاجة دين تا داقد بدل ما شرى وحب دم ما شرى لكن هذا هو مضبوط أنا مسلم باكون يعني الإسلام كنا وين كنا ولا يعني نسحب هذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام تدق على وكل إحنا على صدق حتى مسلم الله هذا لو ولا بدي للدلاية للعاية للبهدلاية ده واحد لو سبيني قرنسا إلا النبي عليه الصلاة والسلام دبر كده دل لقح حكمين للدلوك وقرر سوينا بكتي سر الله قيب صدق رشوا النبي قرر سامر كقول كصاب حلا بيتمرن إن الله قيبي إن الله سبحانه وتعالى سحاب دنا كده من يقول سوه جرود مركا وحويا نويتر أنا وده مضبوط ضم بعالم كلك خلنا وملايين قف باي نقولنا مركا وحويا مدون هذا تزاد قوستنا هذا كنا كنا نورتنا وهنا أسباب تيجي الله تبادلنا المهاجم يا دقي حاس كاقي أي ضد دين تكو حرنا قدام وما أردت المهاجي هتكلم عن عصيرة تدقوا تدخلنا وحنا وذاكتان وضن كان وحنا كنا دوينتين مش عقيدية دينك كنا دوينتين إنك تيجي نواطة أيقونا تودا ييجا هيستع لكم ديركم وليدي المهاجي لكن أتفهم لا هذا الديني ده تقال لفتة تضابيه ويتها ده أنت فهم ديني بالله هين دي المهاجي وحملهم بوحلو قصو شيء لكن وض ديفرنك الشراء وحنا كنا دويني وحنا سكوا بصنا إن تدخل وضد بني آدم ما نسكننا هاي بني آدم كنا أسر كسوا ولا هذا اللي حاوي كي بعدين لكن حاجة دي ما هي بالليف كي الريليت هو لو كان الدنيا ما كان وين تقف فهمان النقاط أدو حفهم أيه أدو يقول أدو حضو بحنت أدو يقول أدو حضو بحنت أدو يقول أدو خوار الصبح هر ما جرب بس أدو حضو بحنت يا أدو حبطن تكف فهمت الدين تمسات جزاء تبطل وحخرده أدو ما جرب بس وح أدو لفت أدو نارت سياد المهاجي المهاجي الواي المهم تعلم هو وحبرتي ما كان وحوي يحبك ويدين يا سؤالك ويدين وايا أبو أدو عيال هالكن حول بواي ما يخ يا أخو يا مقرس محيي حصاونك وناتكم ركوا جواب كرت ما أخوي هالكي يدور نقام ورقد دتك بواي نفكم والله والله ما هاد لي كان ما يرى هالكن شو كامي يرى هالكن كم تعلم تعز وكذا دون سهل كنا نتكون وراتنا وحويا يدنا ينا وتقرش هذه اللات ورك قرش لكن تدا وانسيس عونا يا وانسوس عونا يا قرش مريه وانا لاب كعبة وذا يعني هادنا عيالكم إن لا لا بح لويك بنجيني هرقيس أفر ويك
haddana intaasoo lacaga ku baxaysa waa soo noqonayna haddana waxaan doonayaa raro laba sannadood waa ninkiiba lagu guurahay dad badan array axmed oo halkan dadna saddex sano isaga ka tuuray haddana ama gabadhiba soo markii waa ciyaalkii tan way duriyeen oo dhakhtar meesha ma laho dadka sumaad weyn ahaa walba inaanay dhakhtarka ingiriiska kala argay aanu waddanka ka furnay marka waxyaabaas kale waxay baahiyeen fasax in loo geeyo soo bartaan fasax waa fiican iyo luqadoodii xoogii waa fiican fasaxyada warab wax yar ha ahaadee فسحه في عياه ولا فسحه خلاص دلمه كل ما هو سجبه فسحه هو بهاي بس عنده كيل سيل جهي أنا وح بدم هو بقرن سايو ده نقل كي وح مصوار كده أنا لكن وح نعم فسح هاي نوع مارت المها اللي وقف هاي ده المها مارت هاي حياة بدن يتشابي أنا لطس هو ناكسن حياة بدن هو خربان واقع در تارو لأن دوا وده ده أبوه يه هو يدا معلمينه نقدان أو يدك ده مارت لكن يقول نيني عروت أنت مال كل حدا ده بدنا يقول السوق يسكت قالنا خاصة أبوه أمامه هوي دورد أهل كيدي يدك هي شركة ضايق بسوطة لكن المال واحد بده بيجي لو جت وابو ودك المبارك أما دوي من أمر بوس غير بالك حي ما كان حوي لا بد الظروف هذه لا بد إنه لدك شريرة تقف والدك سوبر برني كرو نهارك الإسلام بيان كان لو عين كان نبرك عين كان ودك كان ما هو ودن ودن عندنا قال الله هاي رد قال سقي يكون دعاي أبو وكاس لكن وخصوا كمان يا وسوا جاجية فيوتشر هو في عيه هاي دول كانوا دوار شهوة سولية حياة بها سولية مقارنة سمالة بوح فريشة عناد دو حياة بدنا فايدة ولية حال كلا وحوى حقا عيال كوير اللي بدي يرسك الرضي هاو حال كده ويرو حدا مركا وحياة بها صور دينا دين المهي اللي الله سعود ود مارت دي مقارنة سا لقى يا بير مركا دبوا وتشعلا دو يلا أبو بيش يا رحضر برسك أنا قلنا مالا هاي وانا هكسين عيد كيسوس دي بدو كلا وقصوت باش مارت حياة بها كلا بلا تاريخ ذو كلا عند كيسو مقرسة قيل أي حيوان قات صوت صار وأرجع مقرسة مقرسة عند عند مقرسة الحياة وضعنا الحيس دوينا لكن إذا تقولي أنت تطلع حيس تقولي الوضع كيو توقف وشو بتاس ما هو حويان بعيد المال وحنا برنامج كنت اسمه سوق بقوي دنا لكن ما حد دونا يا ما دونا سوق بقوي برنامج شيء واحد دونا هالك قصي صعدوا إن أو إن بلدب كان تطلع سوق تهريبنا يا أنا بال لما واحد دكتور كويح لهذان حنون كل هذين تقولي سلام هلاوة ما كان بالنا إنه تو رادي إنه واحد دكتور كلفه يعني سو وطن كده كده تهريبا عم خط فس على ران يو حلكة أيه إنه ما تيل قريب سلامات كده دهنا ما كا تقول يا أنت إن حنون كير هكذا دهنا قريبتي هرب برنامج يا لما مسك اللي تجيو أيه هالكاس قصي سعنا يا أنا ده هالكاس قصي هم بقاعد دهنا برنامج يا إذن كنا وحفلة يا إنا داوشو قاد نوع من دونتان داوشو نكسن سيسو نقود نكسن داو دي البرنامج شينو هالكين نوكسي سعون دونا وان بركولة فقوري دونا سببتا تدكو يوكس عدالين ودنكا أما أوغي تهريبين إيب الحال كيدا وان كبر يسان إنو وهالكي برنامج شينو هالكين نوكسي سعون دونا الشيخ محمد عارتن ديريا أو شو نعكسن؟ إن بلشنا محمد هل كيف إن برنامج كسي وده دهنا؟ إن كنت شو تجني؟ إنك استوى برنامج وقت بدن أو ده إنه مكان سحب قاعدناي. مركب السبب تاع إن السبب بدن بحشرة. مدي الله ما هادت كم حن كل فين وقف وده كيسي كتره أو وصل على ما وتهريبه وهم حي سببها يقعد يأذو فر بدن. أنت أتوقع حسن كتره؟ والله السبب هو سيد شيخ أحمد الفر بدي هين سبب طوب بدن حويا. وصابها دي مكا هو وين هرت النج هرت هجرد ويدد كوين يود مدل خلا فهو وحشو شرينا حتى النبي الله إبراهيم ما كسر هجرد الكيسيو قرص عليه السلام على النبي رم قرصا أو سه هجر مكا أو وكيل ميسي هلا قتري مركا هجرد وحوي النبي محمد بها هجر هجرة يتهريب يو حالة تعبر عيب قردوين هجرة دورت وحويان وحويان وحين ودك عاجينا تكتك تض ودك على إسقاط وقولت ما هذا هذه هجرة بقرصة سبب سببها حاجة إسلام خادين اللي جوا وحوي سألت دو حويان وحويان وين نقفك الدين تمارته وكهجرة دورت ده أنا الدين تسهنا ودك الدين تمارته وين بتقولي وكهجرة هذا حاجة إسلامك ومن كان هجرتي إلى الله ورسوله حديث كمارته عمر بن الخطاب رضي الله عنه نقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته الله فهجرته إلى الله ورسوله وركا هجرة وطاس وركا ودن كاجين كبحضه ناد ودن كله الدين تادي لبحسن الدين تادي لبحسن تعبر عاد تعبرها
أما ودن كيا أدمك أشوف تعبر كنا حويان وحويان ووالفت وقت يالهو بجرسان وقت يو شري تاريخ ووقت مصطلح ده بصاب حوي وهجرة غير شرعية ترى عرفت راي ترى هذا ودك مكان الدي سو صور دافان تاني مكترت ويان تاهر لكن تعبر كوا تارا روك صوت تعبري مركات دوارك يلها مارت عبد الجهر قبل يسكت مرة عن تلياني كقابو وتعبر وتشيدو marka tacabir kuna ma garanaysaa in wani shaqadtigay oo wani shaqadtigay oo laakiin u soo shaqaysanaya sidayada iyo kale hadafkiisu yahay maxay inuu soo shaqaysto wadankiisi oo marka dib ugu soo noqdo ma garanaysaa laakiin hijrad bay ka doonto inay dalka iskaga haajirto weeyaan oo marka waana tabadan ee umadahan imika dee u haajirayaan marka dibadna ay inta badan intoodi badan aanay soo noqonayn tahriibka ama hijrada dee adu waa tahriib kaas oo hijrada badan ee lagu soconay way qof iyo labi wax dhoofay ma waa fuuj waa dad badan oo demalaayir asa suuray kala ku dhacday demada badan ku dhacday marka hijradu marka dadka caynkaasi marka tan islaamku waan garanay tan kale waa dadka sababaha dhoofinay waxa kamida ay u hijroonayaan ee wadankoodii ay jeclaan yihiin meesha ku dhashay uga baxayaan waxa ugu horeeya imanaya wadankoodii xarb dagaal uu ka dhaco dagaal ehdi ama cid ku soo duushay ba tan oo wadanku baabo sidii ku dhacday dowladda Iraq oo kale iyo garreysa ama iyagu dhuftooda istiraan si Soomaalida oo kale iyo dhiib iyo kale iyo garreysa oo marka dadna dadka markay dowladnimada baabada dowladda dadkii ay dowladna wadankii iska qaxan iyo nolol raashtay oo de marka dhibaatada maartay ibn maartay wana gudoon ha ta kale jirta wax weyn in dadku wadankoodii buu waa nabadgelyo dhaqaale xumo haysto mamulka qaarkooda ka dhacda majaaco waxa la ma gaajo inaga wadamada wadankan walaalaan hanay yamanto kale yamanto wadu dad badan baa wadankeena joogay Soomaaliya joogay qoyiga konfurta wuxuu konfurta hawsi badnaadaan oo dad badan baa maartay waqtiga waxa la majaaca ka dhacday yaman oo jirtay baa la maartay dadka sawta iska ma iman iyo ku dhagay wadankooda ma iman neen laga raas waxa taasna way jirtaa iyaduna dhibaatadu markay wadadku fakhri noqdo ama dhibaato shaqalaan ay ku dhacdana wadanka waa laga haajiraa ama laga dhoofa si kasta qofka ma haaj ama tahriib ha galo ama si kala u dhoofay waana ka taagan imika wadamo badan xitaa dowlado waaweyn u dhisan yihiin sida Itoobiya da Richardka nahay oo kale sida Eritrea oo iyadu dowladdeeda Itoobiya qadiimo ka raaysay Axmed oo dowlad weyna limada dadkeedu maanta aad arkayso boqolaal iyo boqolaal Soomaali dhex maray oo isku soo tuuray khaliiska aad aragto maanta hawlo badan oo isbaartay xagga dhibaatooyinka ay ka taagan yihiin waxa weeyaan dadkii baa fakhri waxay ka qoostaan inay ma garanaysaa inna magaraas ay shaqalaan baa ku dhacday dhalinyarada marka taasna waa sabab kale oo dadku dhulkooda ay uga tagaan marka asbaabahaas waxa kale intaas oo raaca asbaab siyaasi ah dadku inay taasna wax yar la mariyo weeyaan dadka dad siyaasada iyo waxa dawladda waqtiga jirta badana marka jirta in iska hor yimaadaan ay uga tagaan taa marka ay wadamo kale ma gangariyo siyaasadeed ama sabab kale ay nolol uga raacsan maadaama wadankiisii lagu xidhayo ama dawladda isagu ay siyaasadeed iska hor yimaadeen kaasu lambarka badan ma waa lambar weyn laakiin labadaas ugu xoogeyn taa hijrada badan ee magaraysa wadanka markuu dagaal heli ka dhaco ta labaad oo ayaduna in wadanku wadankaagi ama wadankiidu qofkaas ku noola shaqalaan iyo fakhri uu jiro marka dadku ay nolol meesha ka waayaan dabadeedna ay magaraysa ay de marka ay u ay marka meel kale nolol ka raasay sidii marka dadka iilaankiinu yiraahdo iyagoo noloshooda ka dhaasa raadsanay noloshii ay ku jiray mid dhaanta ay raadsanay waan kartay taladii guntii gabagabadii inagoo soo gaarnay barnaamijkii laba dardaaran mid ah sidee loo xaliyaa oo xalku muxuu noqonayaa in dadkii wadankoodii joogaan lagula talin karo iyo dardaaran guud aad siinayso dadka soo tahriibayay kuwa guurayayo adu qurba maxaa la dhahdaa qurbaawga wallahi dadku inay xagga inay dadka wadanka inay dadku wadankooda joogaan waa arrin taala dadka oo dhan arrin qof iyo laba xallin karto ama nidaam jira oo xallin kara ma arrin qaran waa arrin qaran weyn waa arrin qaranka oo dhan u taala qarannadan Soomaalida qaranno badan bay leedahay xamedo hawa kala haba taabe ama si kala haw kala dareed nin walba mas'uuliyad buu leeyahay adoo waxa dadan shaqada dadka tuulaya xukuno meel xukun dadan dawlad weyn xukuno dad badan xukun waa mas'uuliyad
markaad soomaalidu muhiimka la hadlayna deenno in dhageysan sawa Soomaali magacyo kasta ka la sheegtaa mid kala isku khilaafsanaadana laakiin in dadka Soomaali ku hadlayna deen la hadlayna dadka Soomaali ku hadlayna oo dadka Soomaali daawayn oo dadka Soomaali ku qodayna xilanka u bixisay dadka Soomaali ku hadlayna hadlayna waa dad oo afka wan iska leh taas waxaan maanay xaq qolada warbaahinta way ku qaldayeen inay raadaan iyo deegaanka Soomaalida deegaanka Soomaalida waa halka la sheegtaa dhulka laga dhulka marka ina deegaan tahay meel ku tahay wax ka dhalan doonta inaad meesha lahayn luqadana la waxaan maanay horta looma isticmaalo dad dhul leh lama yiraahdo dad waa deegaan bay ku yihiin dad magaraysa dad jinsiyadana in la yiraahdo af Soomaa afku bay ku hadlaan waxa ay leedahay xagga warbaahintina bal qoladeena bal qoladeena inaad saxadaan isku noqotaan bay la tahay laakiin waxaan la hadlaynaa waxa weyn dadka Soomaalida taa kama dhalanaysa anagu malihiin idigu isku noqdo dawladdii kala yaac midna shaqadeeda ma garanaysaa Soomaalida u taalla laakiin in kastoo meel ka mas'uul oo mas'uuliyad baa ku saaran kullukum raaci buu nabigu calayhi salaatu wasalaam imaamka raaci madaxweyne raaci weeyaan wuxuu raaciyad u yahay mas'uuliyadda uu qaado u dhaarto garanaysaa ayaa saaran meesha xukuumayn kasta ha lahaataa ma dhaqaaleysoo haya awoodisin kastaa waa in mas'uuliyadda dareemo dadka shacabka iyo culimada iyo wadayaasha iyo waxa soo dhana nin wal mas'uuliyad baa saar ninka xaaskiisa mas'uuliyad baa ka saaray nabiga kaleey salaatu wasalaam waa magaraysa mas'uuliyad xaaskiisa saaray ana xaaska waxa saaray magaraysa mas'uuliyad baa saaray magaraysa inay waartay guriga reer ninkeeda yar si carruurteed marka kullukum raacu nabiga kaleey salaatu wasalaam kullu mas'uul an raaciyati qof kasta ana mas'uul buu raaciyadiskay marka in arintan dadku ay isaga yimaadaan mid maamul iyo hadii la yiraahdo iyo dad shacab oo dad isku dadunbay inna mas'uuliyadin buu hayaa inna waninkii isaguna dalka wax ku lahaay dadkan ka mas'uulka ay caruurtiisa iyo gurigiisa iyo naagtiisa iyo xaaskiisa iyo daahilkiisa iyo habreertiisa marka mas'uuliyad baa saar mas'uuliyad qof kulo madaxweynaha lagu hadlayn kara ma marka waxaan leeyahay waxaan oran karaa waxa weyn waa mas'uuliyad u taala dadka Soomaalida meel kasta ay joogaan inay si haday doonayn inay badbaadaan oo idin noqdaan umad sii jirta inay tala isugu yimaadaan oo horta qolo waliba qof waliba ciddu ka mas-uul yahay iyo cidda meeshaa joogta badbaadso dadkeedan maanta ku dhammaanaya badaha oo taasna waxa weeyaan in dadkan waxay loo darsan dadkan maxay u socdaan miyay iska socdaan oo dalxiis dadkan sabab baa wada maalma beri gabadh guriga kasoo baxda markaas dadna guriga ku noqo asanku waa gabadhan goorta soo baxday waxay la soo baxday bay qabtaan gabadhan goorti iyo gaarayado magaraysa ninkeedii isku wanaagsan soo bay baxdeen gabadha halka hadlaya baan ku wadi waqti marka qofku sabab uu soo baxay ma qof iska dalxiisa ma aha wada isku soo halaagay oo magaraysa sababti marka waa in la helo oo marka xanuunka saadsiigsana marka xanuunka waa la baada marka la baada waa dadna waxa la qoraa dawadii baa la qoraa dawaduna waa in mafcuul noqoto dawa mafcuulaha qofki daweynaysa noqoto day noqototan dee fiiga oo dee waxba daweynays marka weyn baaris la sameeyo cilmi baarisa oo la abkaraakan noqon dabeedna la eego ma garanaysa dadkuna marka ay isku tashadaan oo marka dhulkooda ay hoos u eegaan nidaamkooda ay ilaashadaan nidaamka ay ilaaliyaan ay leeyihiin ay samaysteen ay ogaadaan inay nidaamkan ayagu leeyihiin ee aanu hayn qof qoda mas-uuliyadiisa aanu hayn wadada oo dhan dadka oo dhan baa wada mara waxaan ku raadaa iskuulka dadka oo dhan baa wada dhigta mid madaxweynuhu dhalay mid kaleba biyaha haddii biyaa la helo dadka oo dhan baa wada cabaya masaajidka dadka oo dhan baa ku wada tukanaya maxaan ku raadaa nabadgelyada dadka oo dhan baa ku wada hoos ma xayawaanka nabadgelyada ku ruuxo maa xayawaanka waa la madhanaya ma garanaysa ma doofaarada iyo waxaad dadba xabad iskala dhacaya xitaa waa adigaarka nidaamada wax ilaaliyaan xitaa xayawaanka la ilaaliyo islaamkana waa xayawaanka la iska dilo lama ogola marka waxa weeyaan waxaas oo dhan waa mas'uuliyad doofaarka in la dilo in odan keena dad maxaa baahan in la dilo maana inta doofaarkaas maxamed ali saas iska ceeshaya maxaa ka buuxa maxa ali saas adeem ka abaarta waa saa wax weeraray yaa dew gaacha ka haysa iska laftiis dowladda ma hedana dad wax sameeyso laakiin dadka waa waxba loo yeelay axmadu talaayarka talaguud dardaarankii talaguud maxaad kuntii inagoo soo gaarnay barnaamij kuntii gabagabadiisii maxaad dardaaran guud aad u sheegi lahayd dadka ama guuraya ama soo guuraya ama tahriib aad u qurba joog walaay dadkii dadka kuwa hore watan kaadan waxaan xal ma aha inaad badda isku rido laakiin wax kala doon doono yani sabab kale oo ma garanaysa hadii aad dhulkaaga ugu noolaan karto oo aan hayn tan suusayrka ahayd ee ma garanaysa intixaarka ahayd badda isku ridistaas waxaan wax ka dhalanaysa waxay
عذاب بخد دارا نيس حقي شرعي كيس نال قد دادر مسلم لما ينمن بريسا ني مكغومان نقوان نيسو السبب ومقار نيسا قروشي ينكم هي نيسي دوان شقب بيرا يو دادنا بدان سكولي حقي لهي من نقوان نيس أركا تهسوان قاد اللي نحالكينا وانا دوين حالكينا اللطون ودد كان تارون كسو هذا اللي دد كي هالكا تشوغينا وان كهذا اللي وحانا دد كي هالكا تشوغا قربا تشوغا هدي دينين اسكا شقيستي هاي دي او تقع يو سبو تواسك دو فضلت هاي بو حوالي الحق اسكا ورخصان هاي دي اسكا تيكا راي لكن دي اسكا بقول اسكا ورشو با هاي هاي تي الى الماشي دو سالتو لهال عكسا شقيسا وبقرنسا لكن وان دي وحكا استبا هادان اتو حقو شقيستو ودن كي كي شقيستو ومقرنسا دي اين او دي هورتا مقالة دي دي ومارت مساريس كلا تصابح وين وين دي ورصدا ودي بلانسا بيس كي حاس كانوا وان كهذا الله يدو حويا نوين قرشد دي اي وكتاك او انا لا تلاك عانا قونا ولا بدا وحاو غوري انا حويا نرياركي اي ولا السعودان البران كان نكوا السعودان سويديان مواي محاين وقورين ان هل كانوا قورين وان قورن وحا ليشيكي سامالي دا دي افريكان كاس مارت دي مركي وحال سامالي يعني نيشيكي وحال هذا سامالي وحال هذا ما قورن ها سامالي يعني نقن كده يلي ما قورن ها دايما كاين نهرنا حين نجا هرية ما وركا رير لكن قال يو لبا جديد أما جديد أي سهل تدير ترى أحمدو وركا سألوا لين ترى يبر نمان ولا هو ورك عليه أنا هو ورك هو طلع قالك خوف كستل يسكت تدير ترى طب إذا نمان كي بتجي ترى ماشو ما لا يضع هاي عول ما لا يضع ندت كير نمان جالس لين ترى مكده ويهين شيل ما لا يضع هاي حوالا ما عنتها بيا ما لا يضع هاي طاق ما لا يضع هاي إذا داق إذا يعني تابو ده داق يربع شرود ده لما صدح شرود ده بيعش لقيه taaqad intee oo garaysa intii uu leegay geedii uu intii leegay roobkii xaray markii dayrtii markii guugii horo geedii way xataade tii markaa reer dhar oo taraysa xasaran dadka runtay doonaya iskuul bay doonayaan dowlad bay doonayaan inta aan halkan way ku haystaan marka laakiin wax ka sabab kala oo ayaa jirta oo ka xaynayso halkan uga tagayso inta aan isaga tagayso oo dad maanta aad shaqayn intii wax weeyaan de masarifto dalka way keenayaan deega kama helayaan marka wax weeyaan waynaad qorshihii marka samayso qorsheena wax weyn ay labada qof isla ogol yihiin garanayna ninku yiraahdo wallahi meesha uu iska guureynaayo garanaysa ama qaar inta de wadanka aad joogay ka horreeya arti iyo gabar arbalo rarnaa oo isbaarnaysa soo jira arti meeshi naagti xaga san ka yimayo de meesha meel joogi karo hata ku ka ku yaad adigu meesha ku dhashay say u joogay adigu u tarinayay madaxda uu ahaay ninka uu ahaa ayaa kula ma joogi karaya garanaysa dad joogi kar weydii xagada igara kaga tin أمين أدتشوك تابعه حي ده أمين أتصوك حي صرت صمو مركب حوية تصنع وين لا بدي قف السويدية محين وقت جنها ودك محين الجهر رجع محين قص مسيب نقول له لان كرنا محين هاي سنة هذا إنه حاني مك هاي سنة من نقول فرين ما يقرش ما سمع سنة صدح سنة ضد ما أفر سنة ضد ما شن سنة ضد ولا بس سنة ضد قرشها ما سمع سنة لا عند العقد أنت هاسم وسمع سنة قولي ما دي سنة قولي ميين هاي سنة هورتي حروتين كنت تجنو كارنا سنة حروتين هورتي قولي ايه بسكل ليه ما هاي سنة انه رجيسة كنت تجنو سمالي كنت تجنو كارنا سنة جوابتها قولي محا مركا حدنا محا 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 قولي محا لقعونا ايه حق يوم ساري في الوقه ريا عرورتي بكور عرورتي نقونا ما انا قلقو عانتي انا انو ودن كا اسكتشو اقنو سوحي ناقو انا دور سنة اسكتشو اقنو هتان اسكتشو اقنو وفسحهم بينك وتقنا يوم نسكت صورنا قلنا يا مهلكم بين مهلكم بين نسكت شو قلنا يوم نسكت بدي النا وفسحهم بين ودنا كتن هذين ودونا فسح بين نسكت دينا يوم ما رهان كان عورت مجي جي النا يوم مراو كي ما رهان سواي تكتب تقول كي وحصل من دواء كدي أوبشن هذا صار دواء خفر وين لكن وين هذا واحدة قرشها عكسنا مستحقوس كله لدرسيه لقشقيه لسلو أقولي هذا فاهم لكن كي الناس كتير لكن مو تحضها تما كرنسا دتن كم مسؤول كا عدة وحسول لقومي دار يرك هوس لقى دقى قام هاي عمرين كسر هوا ضم يا رب لي وهاد هاد اللعيا يا أو هبين يا دارار سو هرجلي واي دار يرك هوس لقى دقى قام هول بحاي نكي كبي أول قابل نين غفريد هو عين كانوا شقاي يوم كيرو كيرو حقا هدان قولوا ودين يرك حواقو ما حقا كيرو تاسنو رجع سوى مالي ده يبغى أنا تان كنت سلط بارنس شوف أنت سوى حنقول سوى كم دومين ده إن كلمة تاس هي كلمة عجيبة هو صحن إن صحن لا ترى صحن لا بل سيكوريا تاس نقول سوى كم دومين ده
كل برنامج شكلنا نكاح قمتنا عادي أتود مع سنتي محمد عرتن ديرين ضاوضي هل أنت وحن فيسوك بقوين برنامج في أو عاد إنه هو تسالي تلفر بضن نين نسيي عدي حقوق عدن إساء إلهي نبي حل دقي إلهي واني أيين باوانسن كوي كلاوة أقمر أيان مرحب الوحن نقنا كسو حلين هاتي على رأي انتا برنامج شين وعيارك وحيدي سو ساري برنامج كان إذن سو تشيدني أنيقو أحمد بران شامحي فرسامدان ورثة بضن وحسك سو تبردي إنجنير عبد الرشيد عداد وإستار تي في حارنتو كلية مغاردة بريستال عرقان إنجريسكا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله.